وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم ببرس. يعني كريم، ما هي آخر فعاليات المهرجان وماذا عن الإقبال الجماهيري؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو الأسبوع الثالث لمهرجان العالمين في نسخته الثانية. بالطبع الفعاليات لا تتوقف على مدار الأسبوع. نتحدث اليوم عن واحدة من أهم الفعاليات، وهي استضافة أساطير الكرة المصرية، الزمالك والأهلي. سيأتي ممثلين عن نجوم الزمالك والأهلي، سيلعبون اليوم مباراة ودية هنا في المنطقة الترفيهية على ممشى العالمين الجديدة. بالطبع يعني هذه المباراة إما ليشجعوا الفرقة الخاصة بهم، إما الزمالك أو أهلي، أو حتى ليلتقطوا الصور التذكارية مع النجوم والأساطير الخاصة بقطبي الكرة المصرية. لكن أيضا الفعاليات مستمرة، فمن أهم الفعاليات هي يعني استمرار لحضور طلاب الجامعة. نعم كريم بيبرس، وطبع يعني الأوتوبيسات التي كانت. إذا كريم بيبرس، شكرا لك ونعتذر عن هذا الانقطاع من المصدر.